التعليم والثقافة تبحثان التعاون لتعزيز الوعي والثقافة لدى الطلاب واكتشاف المواهب ورعايتها. بحث محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة سبل تعزيز آليات التعاون بين الوزارتين لتعزيز الوعي والثقافة لدى الطلاب. وشهد اللقاء مناقشة تزويد المكتبات المدرسية بالكتب التي تعكس الهوية الوطنية وثراء المعلومات، وكذلك مناقشة البروتوكول الموقع بين الوزارتين لتعزيز تثقيف الطلاب ووضع آلية لاكتشاف الموهوبين واختيارهم. كما تناول اللقاء سبل إقامة الندوات وورش الحكي وخاصة لطلاب المرحلة الابتدائية، فضلا عن تبادل الزيارات والرحلات المدرسية لدار الوثائق وخاصة لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، وذلك للتعريف بعمق التاريخ المصري لتنمية روح الانتماء لديهم.